مرحبا بكم على من جديد دائما على شدة دائما في اوتام اباكو. اليوم في هيلتون طنجي معنا محمد حديد. ويلكم مرة أخرى. بغيت نعرف how do you call they call you in the United States؟ ويقول الآن أباكو دائما محمد. لا بس the American how do you say it؟ محمد بالساوث يسموني محمد. محمد دائما. No nickname؟ No nickname. في المغرب يسميوك سي محمد. سي محمد. لا محمد بس. محمد لا سي محمد بعرف. بس دائما حاولت إنه أخلي مين أنا دائما. دائما علمت أولادي انتوا فلسطينيه انتوا مسلمين انتوا اسامكم بتضل مثل ما هن ما تغيروا اي اسم الواحد دائما لا يضل كهو. محمد حديد شو علاقتك بعبلة صوفي؟ عبلة صوفي تعرفت عليها كان اهلها عند اصحابنا قالوا لنا انه جاي على لوس انجلوس بغض بساعدها بس اوكي انت بتساعد شباب ساعد للي بيجي اي شباب طبعا قصدك شباب شباب بنات ساعد هذا الشاب الشاب ان شاء الله مرحبا 30 سنه عمره شكرا شكرا يا سلام الوحيد اللي قال عمري صحيح ايش عارف 30 سنه 30 31 يعني 30 بدون تاكس 30 بدون تاكس زيد تاكس تولي 50 بدون تاكس بنحاول نساعد الاصحاب اصحابي هي بعرف ابوها وامها وقالوا لي اذا بتقدر تساعدها وحاولت انه اقدمها لشخص بعرفه منيح وعلمها الاشياء بالفاشن اندستري ونجحت والحمد لله الحمد لله. من غير المغرب طبعا شو البلاد العربيه اللي تبغي تعيش فيها من غير فلسطين والمغرب؟ احنا عم نعمل مشروع كبير بالقاهره وانا بتصور القاهره حتكون منيحه كثير ولبنان حلوه. شو المشروع؟ لبنان حلوه مشروع كبير راح يكون اكبر the largest mixed use project in the world راح نعمره بالقاهره. اوكي الله يسخر تبارك الله ان شاء الله نعمل شيء هون ان شاء الله. مرحبا لانه البلد صاين هون بهون بتنشير بالكازابلانكا انا بشوف اشياء يعني صاين بتجنن هالبلد فيها اشياء وشعبها طيب كثير والله العظيم يعني بيستقبل الناس مجتمع. شنو عجبك في الشعب المغربي؟ هو هذا من غير استقبال بالشعب المغربي دائما مبين عليه دائما اكله طيب. انا كنت عايش بتونس عاد الطعم النورث كان هريسه والشكشوكه والكسكس والاشياء كلها هيك نساعدها عندي بطعم بتمي. كتعرف المأكولات المغربية كاملة ولا لا؟ يعني تقريبا كلها. تعرف الفداوش؟ لا. تعرف بالبولة؟ بالبولة شو بالبولة؟ سايكوك؟ لا ما بعرف لكن رح ارجع. I'm coming back for بالبولة والشكشوك وشو اسمه الثاني؟ الفداوش. لا مش الفداوش كاين السايكوك. سايكوك هو كسكس واللبن كسكس والسمكس لا ما بالملح. طب اذا بتعزموني المره الجايه راح اكلها معك. مرحبا بك ان شاء الله. مرحبا بس هي راح اول شيء يمكن ان شاء الله نتوكل الشاي المغربي. شكرا. شفت اني محمد حديد ادكتد تو مراكن شاي everywhere. الطقس عندكم بجنن حلو كثير مع انه انا حسبت راح يكون الشوب والواحد فكر انه المغرب كله صحراء. الاوروبيين شوف الاوروبيين يعتقدوا بان عندنا غير الجمال واحد قاعد هون بهالبلد بين انجلترا واسبانيا والمغرب احلاها. بعدين في عندكم الميديترينيان والاتلانتيك شو هالحلو هذا سيدي. لازم تجي في الشتاء ونروحك لإفران. يلا وهو از لايك شامونيكس في سويسرا. عندنا هنا مدينة سويسرا مغربية like a Swiss city بتلقها بكل شتاء خلاص. Then we go to Marrakesh you have a snowy mountains عندك الجبال لازم و 30 درجة في لابيسي في swimming pool. هني أنا إن شاء الله السنة الجاية رح أجيب أولادي كلهم لهون. مرحبا بك. يعني كل خمسة إن شاء الله بنعمل نعمل شغلة عائلية وبنجي لعندكم إن شاء الله ويحصلنا الشرف نفرجيهم البلاد
مابي أكادير مابي شو اسمه مراكش أكادير هاي عجبتني كثير هالبلد هاي إن شاء الله. مرحبا بك، شكرا لك مرة أخرى محمد حديد حبيبي. شكرا شرفنا فيكم وأنا شرفت شكرا أنتم عليكم أنتم اللي تبارك الله you welcomed me with beautiful warm arms. I mean, all of you. It was an honor, and you really make our day. هنا في تنقول الوالدة علاش ما قريتش مزيان في هذه اللحظة هذه تنقول الأم ديالي علاش ما قريتش مزيان. شكرا لكم، شكرا. I love you المغرب. شكرا بزاف على هذه شكرا شكرا. شكرا. موعدنا في الحلقة القادمة على شذا إن شاء الله.